جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن المدة التي يباح للرجل شرعا أن يغيبها عن زوجته، جزاكم الله خيرا. المدة التي يباح للرجل أن يغيبها عن زوجته 4 أشهر، أخذا من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. قد حددها بعض الخلفاء الراشدين وهو عمر على ما أظن رضي الله عنه ب6 أشهر، وذلك بإضافة شهرين، شهر للذهاب شهر للرجوع، وذلك لبعد المسافة في ذاك الوقت، يعني شهر يأتي به إلى زوجته وشهر يسافر به إلى مقر عمله، إضافة إلى 4 أشهر يكون 6 أشهر. إلا إذا سمحت زوجته بذلك، يعني يغيب أكثر من هذه المدة، فلا بأس بذلك لأن الحق لها. وكذلك لو منعه مانع من الحضور فإنه معذور ولو تغيب أكثر من هذه المدة، كما لو حبس أو سجن أو دعت الحالة إلى أن يبقى مدة أكثر لطلب المعيشة التي لا بد له منها، هذا عذر شرعي ولو زاد على هذه المدة.